واحد بيقول اذا قلنا ان الروح تظل عالقة في المكان لليوم الثالث الى ان يصلي عليها اذا كانت هي روح شريرة، فماذا نقول عن الصلاة على هذه الروح او الارواح في ذكر الاربعين في الكنيسة؟ واذا لم نصلي على الروح فهل تتكدس الكنيسة بالارواح الشريرة؟ افيدوهم قداسة ام افادهم الله. هي طبعا الروح تذهب الى مستقرها، لا تتقيد بالصلاة من الكاهن لصرف الروح، لا علاقة له. ده الناس بيقولوا كده المخطئين في صرف الروح، ما بنسمهاش صرف الروح. صلاة اليوم الثالث لتعزية اهل الميت وصلاة الاربعين في تذكر الحياة في السماء بالصعود.